نعيش مع الإمتاع والاستمتاع. مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة يتلو ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم
لقد أحصاهم وعدهم عدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن Thank you.
صلى الله عليه وسلم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
يا موسى
إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى فاستمع لما يوحى إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله وأنا اخترتك
اخترتك فاستمع 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 لما يوحى إنك بالوادي المقدس أتوكل
بك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف خف تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك يا من آياتنا الكبرى
لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضر هنكبر بالخاطر. حاضر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سبحتك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم.